وفي المكلا جرى الأربعاء لإعلان عن منحة علمية في مجال الطب لـ80 طالب وطالبة من محافظات حضرموت وعدن وشبوة للدراسات بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي هذا السياق عقد لقاء عبر تطبيق الزوم جمع محافظي حضرموت مبقوت مبارك بن ماضي وعدن أحمد حامد لملس وشبوة عوض بن الوزير العولقي ونائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله صالح بابعير وعميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت الدكتور سمير باعثمان. جرى خلاله بحث آلية تنفيذ المنحة للدراسة المجانية المقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة لخريجي الثانوية العامة من طلاب وطالبات المحافظات الثلاث في تخصصات الصيدلة والمختبرات والطب البشري بكلية الطب بجامعة حضرموت، حيث أعرب محافظ حضرموت وعدن وشبوة عن خالص شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها لقطاع التعليم وتقديم هذه المنحة الدراسية للطلاب وطالبات المحافظات الثلاث. وأعرب المحافظ بن ماضي عن شكره نيابة عن أبناء حضرموت لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة، مؤكدا أهمية هذه المنحة في رفض القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة، مشيرا إلى جاهزية جامعة حضرموت وكوادرها وهيئتها التعليمية لإنجاح المنحة انطلاقا من إرث الجامعة وخبرات هيئتها التدريسية.